السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج المؤمن الصغير. اليوم سنتحدث عن صلة الرحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لصلة الرحم فضل عظيم، فهي تطيل العمر وتعمر الدار بالخير وتزيد من الرزق. فصلوا أرحامكم يرحمكم الله، فصلوا أرحامكم يرحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.